السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. والنهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه تمارين لشد ورفع منطقه الصدر. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، من قبل ما نبدا مع بعض التمرين الاول او بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان انتم لو عايزين تعرفوا نصايح عن منطقه الصدر، سواء مثلا في رفع او في شد منطقه الصدر، او نصايح تانية زي مثلا امتى تعملوا التمارين الرياضيه دي المتعلقه بمنطقه الصدر، يعني كم مره في الاسبوع، او كمان لو عايزين تعرفوا يعني التمارين دي هنعملها الصبح ولا بالليل. طيب عايزين تعرفوا كمان ازاي تعملوا جدول تدريبي بنفسكم من غير ما تستعينوا باي مدرب شخصي، او مثلا من غير ما تستعينوا بي انا شخصيا كمان، هتلاقوا كل الحاجات دي في الديسكريبشن او بالوصف تحت الفيديو. هتلاقوني كاتب كل حاجة وشارح كل حاجة بالتفصيل الممل. وطبعا انتوا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجة تقدروا تعلقوا في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بأقرب وقت. دلوقتي بقى هنبدأ مع بعض التمرين الاول. تمام، التمرين الاول هنعمله مع بعض اربع مجموعات في 12 عد. هو تمرين سهل وبسيط جدا، وبيساعد بشكل كبير جدا على يعني شد ورفع منطقة الصدر للاعلى. والتمرين ده هنعمله مع بعض اربع مجموعات في 12 عدة. دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الاول، يلا بينا. بريك. Break. دلوقتي زي ما انتم شايفين، بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمله مع بعض التمرين الثاني. والتمرين الثاني هنعمله مع بعض ثلاث مجموعات في 10 عدات، يلا بينا. بريك. بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني، هنعمل مع بعض التمرين الثالث. والتمرين الثالث هنعمله برضو مع بعض ثلاث مجموعات في 10 عدات، يلا بينا. بريك.
بريك. Break. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني والثالث هنعمل مع بعض التمرين الرابع، والتمرين الرابع هنعمله مجموعتين في 20 عده. يلا بينا. واخيرا هعرض عليكم التمرين الخامس والاخير، والتمرين الخامس عشان بيعتبر يعني صعب وشديد، هو مش صعب بس محتاج يعني ان اللياقه بتاعتكم تبقى عاليه شويه وقويه جدا، فعشان كده برضو هنعمل التمرين مع بعض مجموعتين في 10 عتاد. يلا بينا. Break.
وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا. شو ما احنا بتاعتكم دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت على الكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليه بقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على اي موقع، موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. واتمنى انكم تتعاملوا وتتفاعلوا معايا عشان فاتلكم معرفه ربنا اوسع الحلم. السلام عليكم. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back.